كان ينضم إلينا وايت هاوس من الولايات المتحدة الأمريكية الوزير أجري باكري من ولاية مياسي التالي برت ديسمت من بلجيكا إمري شيبرد مدير جامعة تمبرزيل في المملكة المتحدة. هؤلاء هم المتحدثين في هذه الجلسة. لأنك قد تحدثت معي من قبل أن نبدأ وقلت لا نستطيع أن نصرف أعيننا عن تقليل الانبعاثات. هل ترى أننا يجب أن نفعل شيء ونترك شيء آخر أم يجب أن نوازن بين كل الإجراءات؟ بالطبع نحن علينا أن ندعم التكيف مع تغير المناخ لأنه سيكون من غير العادل إذا فعلنا هذا. ويجب علينا كذلك أن نتذكر أن التركيز بشكل أساسي على التكيف مع تغير المناخ بمثابة أنك تعالج شخص مريض وتقول لن أعالج مرضك ولكنني سوف أعطيك عصا تتكئ عليها حتى تتمكن من السير. بالطبع التكيف أمر مهم للغاية ويجب علينا أن نعمل عليه وأن نظهر الدعم للتكيف مع تغير المناخ لأننا مسؤولون عن ما حدث في الدول، ولكن في نفس الوقت علينا أن نوقف الانبعاثات في نفس الوقت بحيث نعالج الوضع من جذوره. وطريقة لوقف الانبعاثات الآن هي أن نتعاون كلنا، ونحن هنا في منتدى الاقتصادي العالمي ولدينا جهات مختلفة والكل تحدث عن تغير المناخ وتأثيره على الأعمال. إن البنية التحتية الأساسية التي تم بناؤها في الولايات المتحدة الأمريكية كلها للأسف ضد إجراءات الحد من آثار تغير المناخ، لذلك يجب أن نهتم بهذه المسألة لأن هناك مجموعة معارضة لإجراءات مواجهة تغير المناخ، وهناك معترضون بسبب أنهم يستفيدون من استخدام الوقود الأحفوري والبعض الآخر غير مبالي. لذلك علينا أن نتحدث عن تغير المناخ. أنتم تتحدثون عنه من عالم مختلف، تعالوا إلى عالمي. ليس لدي أصدقاء يحاولون أن يعملوا على تسعير الكربون أو أشياء من هذا القبيل. هم يركزون على العمل فقط والأعمال، وكثير من الإجراءات اتخذناها ضد إجراءات تغير المناخ، وهذا أمر يجب أن نتعامل معه. إذا استطعتم إصلاح ذلك وتجعلوا الشركات مسؤولة عن تقليل الانبعاثات وتقليل استخدام الكربون، فبذلك سوف نقوم بحل جزء كبير من المشكلة. شيء آخر لفت انتباهي بينما كان الوزير يتحدث هو أننا لدينا صعوبة الآن في التحدث عن تغير المناخ. الناس تعرف ما الذي يحدث بسبب تغير المناخ، ما الذي تتعرض له أراضيهم، السماء، المياه، المنازل. مسألة التكيف والتحدث عن التكيف في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا أمر يمكن أن يخلق المزيد من الأعمال؟ لا، لأننا لا نعمل على هذا الأمر كثيرا. وتغير المناخ لم يكن جزء من حوارنا. جون ماكين ترشح للرئاسة، كان هناك ثلاثة أشخاص من السيناتورات يتحدثون عن تغير المناخ وأثاره فقط، وبعد ذلك المحكمة العليا أصبحت تتحدث عن الصناعات وتغير المناخ، وبعد تلك الصناعات قد واجهت الإجراءات وطلبوا القيام بها. إذا كنا نستطيع أن نقوم بعمل فإننا نستطيع أن نقف كذلك، وعلينا أن نعمل مجموعات مختلفة. نقول أن هناك شركات مستعدة لمراجعة بصمة الكربون الخاص بها، ويجب على كل الشركات أن تقوم بأمر مماثل، ويجب عليهم أن يظهروا الجدية في القيام بذلك. السيد باكري، أنت وزير البيئة والسياحة وتغير المناخ في بومبي، ونحن نعرف
ما يحدث الآن في الهند من ارتفاع درجات الحرارة، هل يمكن أن تقدم لنا وجهات النظر من الهند وكيف يمكن أن نتعامل مع الاستثمارات التي ترغبون في أن تروها؟ ما هي الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص التي تحتاجون إليها في الهند للتكيف مع تغير المناخ، خاصة مع عدد سكان 1 مليار تقريبا؟ لكي نكون صادقين، فالهند دولة كبيرة للغاية، لديها كثير من الولايات وعدد سكان كبير، وبالنسبة لنا في كل أنحاء البلاد فإننا لا نستطيع أن نتوقع ما الذي سوف يحدث في الغد. نحن لدينا الآن الكثير من أحداث الطقس الحادة التي تحدث في الشتاء، مثلا كان قارسا وهناك ارتفاع في درجات الحرارة الآن، ونحن نتعامل الآن عن 43 درجة مئوية، لذلك نحن لا نعرف كيف سوف يتغير الأمر. نحن في مومباي نريد أن نكون مركز آمن، ولكن للأسف تعرضنا لثلاثة إعصارات على مدار عامين، لذلك كثير